الله يحافظك ولا يهينك يا كحلا. هذا الغداء جاء وان شاء الله يجينا البشير ذو الحين. الحمد لله اخيرا جابوا لنا غداء. اي والله انا احس انهم بيسرنا. والله ما جانا ايمن اظني ما يجينا غداء. عشان سمعنا. نسينا نوصيه ذكر هذا يرسلون المقطع. أفا نسينا جمهور إخواني والله بدون توصية يجون. يعني توقع سلطان بيطلعونا من هنا بإذن الله. هقوت فيهم ما تخيب. شعورك لو دخلت برايك والله بيكون صعب يا ابو سلطان. انت جربت الاسبوع الماضي الاسبوع هذا انا اشوفك في الارتباك كنت على المسرح مرتب. ايوه ما بيبارككم ولا بيخسر الجمهور الغالي. انتو شعور يوم كنت انتو على المنبر مع الشباب ايش كان؟ حزين على نفسي وعليهم. اي والله لان كلهم اللي بيقدروا اخوان. توتر ولا خوف؟ الفرق اسمع انا مهرب لي حاجه راح اجيبها عن هذيك حاطها تحت جيبها معي. انا مهرب اجيبها. ما شاء الله عليك يا سلطان. كيف هربتها؟ ها؟ كيف هربتها؟ حطيتها مخباي. ما شاء الله. هذا لا يخبو. شوي. اضربها من فوق. بسم الله. الحمد لله اموره طيب. يا ولد اقسم بالله انها احترت من ذا المكيف. حار. ما شاء الله عليك يا سلطان. كيف فكرت في هذا؟ يعني وش تبغى؟ يعني عيشها في السجن تبيها؟ اي والله. احنا مساجين كيف يتحملون يا ولد؟ الله يفكوك. الله يرد. كل غالي الغاليه يا رب العالمين. والله مساجين ما يتحملون يا ابو سلطان. السجن وانا اخوك مذله. اليوم توقع انهم يطلعون يا ابو سلطان؟ اي من ذا والله من شعور. كيف نرقد هنا صدق؟ ها؟ كيف نرقد هنا؟ أنا
باخذ الدبه اغسل وجهي. خلي اللي دبه معك. بين أربعة جدران ماني بطايح أما الخرائم جبرت عظم ساعدي ما حد يسمعنا. ما حد هنا يسمعنا. أنا الجمهور. ما يسمعونا. ولا. ظني لو يسمعونا أنهم بيصممون. والله طول. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. أحيينا بالنور أبوه. طيب اطلب مخده يا ولد انا انسدح ولا انا ارقد ليش ما طلبنا من اي من اول يوم جانا هناك هناك دبه تبي تغسل ايه